وإذا نظرنا إلى اسم الله، اسم الله، وجدنا أنه عالم على واجب الوجود وله صفات كثيرة. هذه الصفات أصبحت في مجال الأسماء، وكيف تنتقل الصفة إلى مجال الاسم؟ تنتقل الصفة إلى مجال الاسم ليصدق قول الله ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فكيف تنقلب الصفة إلى اسم؟ قد يوجد فلان حليم وتصفه بأنه حليم، ولكن لا بد من وجود موصوف يسبقه، وتقول فلان غني وتقول فلان حكيم، ولكنك حين تطلق الحكمة والغنى لا ينصرف إلا لله. فإن قلت الحكيم على إطلاقه، الرحيم على إطلاقه، الغني على إطلاقه، فكأن الرحمة من كل راحم في الأرض هي بعض هبات الرحمة الهابطة من الله إلى الخلق، وتتسامى الرحمة في الرحماء في الدنيا إلى أن تلتصق بالرحيم الأعلى. إذن فذلك هو ينبوع الرحمة، فإذا أطلقت كلمة الرحيم انصرفت لله وإن كان يوصف بها غيره. لكن اسم الله لا يعطي صفة، وإنما يعطي ذاتا موصوفة بصفات الكمال. وما دام علم على واجب الوجود فالعلم مشخص، ومعنى مشخص أي لا يطلق على الغير. إذا سميت ابنك محمدا يبقى المفروض أن محدش يسمى محمد تاني، لأن كلمة محمد دي أصبحت مشخصة. ولذلك إذا حل لبعض الأسر أن يكرر الاسم في الأفراد يوم يقول لك بعدين محمد الصغير ومحمد الكبير، وبعدين يتميز بالأوصاف التانية محمد القصير ولا محمد الطويل مثلا، ما دام هتكرر الايه الله. لكن اسم الله عالم على واجب الوجود، والناس يطلقون الأعلام على مسمياتهم، كل واحد منا يطلق علما على ابنه. إذن فإطلاق الأسماء على المسميات أمر شائع في دنيا الناس، ليس بعجيب. لكن الله حين اختار لنفسه اسما هو العلم اللي هو الله، قال أنا اخترت هذا الاسم لي وهو مشخص لصفات الكمال فيه، وأتحدى حتى الكافرين أن يجترئ واحد فيسمي تابعا له بهذا الاسم. والكفار معارضون ومعاندون لكلمة الإيمان، فلماذا لم يجترئ كافر ممن يكفر بالله ليقول إن الله سمى نفسه هذا الاسم وأنا سأسمي هذا الشيء الله، مع أنهم حريصون على أن يكذبوا كلمة الدين هذه؟ لم نجد أحدا يجترئ. ولذلك حين يقول هل تعلم له سمية يتحدى الكون كله في أن يطلق واحد منهم هذا الاسم على أي شيء. وأناس كثيرون كافرون بالله فيهيج فيهم غريزة التحدي حتى لا يقال لم نهج ولم تطرأ على بالنا، لا، طرأها الله على بالهم وقال هل تعلم له سمية. فلو كان الناس الكافرين دولي مؤمنين بكفرهم لجيه واحد وقال أنا حسمي الله، لا، محدش دخل نفسه في دي في التجربة، مما يدل على أنه تعبد وهما لا يقينا. فلو كان متعبدا يقينا غير الله لأطلق هذا الاسم في حماية من عبده، ولكنه لم يجد له حاميا ليتحدى الله في ذلك الاسم. هل تعلم له سمية؟ يعني واحد على اسمه؟ لا. وإذا كان لم يثبت ذلك قبل نزول القرآن لأن الناس لم تتجه إلى هذا، فقد نغز القرآن فيهم غريزة التحدي وقال لهم أنا بتحده هل تعلم له سمية. فإذا لم يجئ هذا الاسم القبل ما جاش برضه بعد ذلك، مما يدلك على أن الذين يعبدون شيئا غير الله لا يثقون في ذلك الشيء أبدا.
ولو كانوا واثقين فيه كإله لقالوا نحن نقولها في هذا ونحن مطمئنون إلى أن هذا يحمينا، مما يدل على أنه ما بيعبدوش حاجة هواء. وبعد ذلك تأتي كلمة الرحمن وكلمة الرحيم. أنت حين بدأت بسم الله كان المعقول حين تريد فعلا أن تبتدئ باسم يعينك على فعلك، فإن كنت تريد عملا يحتاج إلى قوة تقول باسم القوي عشان تمدك صفة القوي، عايز علم باسم العالم، عايز حكمة تقول باسم الحكيم، عايز قهر باسم القهار، تجيب الاسم الذي ينفعك سياله في حركتك التي تريد أن تنفعل لك. لكن الأفعال لا تحتاج إلى سيال صفة واحدة، ده تحتاج إلى صفات كتير. كل فعل اللي انت أتفه فعل بيحتاج إلى تكاتف صفات متعددة، ما تفتكرش انه هيحتاج للقدرة بس، ده هيحتاج للعلم قبل القدرة، ويحتاج للحكمة، ويحتاج للأنه والحلم. إذن عايز صفات ايه كثيرة. فبدل أن يثقل عليك لتكرر صفات المجالات للفعل قال لك قل اسم الله الذي يجمع لك كل المجالات. فإذا قلت باسم الله يبقى كأنك قلت باسم القوي، باسم العالم، باسم الحكيم، باسم الرحمن، باسم الرحيم، باسم المؤمن، باسم القادر، باسم المقدر، كلها جت ليه؟ لأنك أتيت باسم الذات الموصوفة بصفات الايه؟ بصفات الكمال.